من هذا؟ ديمبل، إنه خبير شهير في علم الحيوان. قرأت حوله في الصحف، دعوته لتنويرنا بخبرته في الحيوانات النادرة والمنقرضة. ماذا؟ وكم سيكلفنا هذا إذن؟ كفاك مزاحاً، إنه رجل علم. أوه! أوه يا للهول! سيدي، دعني أعرفك بالبروفيسور ديمبل، خبير الحيوانات الرائع. تشرفنا. عجائب الماضي. ها هنا الحيوانات النادرة والمنقرضة منذ وقت طويل. هذا طائر الدودو المعروف، والحيوان النرويجي المحتجز في الثلج، وحيوان غينيا الإنجليزي المصغر المنقرض. أوه، يا له من مخلوق صغير. أنت واثق من أنها انقرضت؟ نعم سيدتي، لم يرها أحد بشكل مؤكد لأكثر من 100 عام تقريبا. لاحظوا الذيل الملتوي الملتف والمميز. ما هذا؟ ماذا يحدث هنا؟ سأهتم بالأمر. لا أصدق، إنه الحيوان الغيني المنقرض المصغر. لاحظوا الذيل الملتف والمميز، انظروا جيدا. أمر مثير، هنا في منزلنا. إنه نادر للغاية، لا يقدر بثمن. أود إجراء دراسة لتوثيقه. هل تعتنون به بينما أحضر الكاميرا والأدوات من المدينة؟ لك ذلك صديقي، نحن مستعدون لدفع عجلة العلم. سأعود بعد ساعة، أطعمه أي شيء يريده، لديه معدة قوية جدا. لا تدعه يتجول في الخارج. أعداؤه الطبيعيون الثعلب والنسر والغرير وحتى الدب.